متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية المفصلة لهذا اليوم، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي تشير تتفق كميات كبيرة من السحب كما تلاحظون على ارتفاعات متوسطة وعالية وجزء منها منخفض نحو أجزاء واسعة من المملكة، مع تشكل لسحب رعدية على طول المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وبعض الأجزاء الأخرى في المناطق الوسطى والجنوبية كنتيجة لبدء تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تموضع لهواء بارد في طبقات الجو العليا فوق مناطق المملكة، وذلك متصادف مع امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، لذا يتوقع نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي وحالة مطرية واسعة النطاق تؤثر على مناطق مختلفة من المملكة. نأخذكم في التفاصيل اعتبارا من مساء هذا اليوم وحتى يوم الأربعاء. نبدأ من خلال ساعات مساء هذا اليوم، يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول زخات رعدية من الأمطار على مناطق هذا اليوم الأحد، يتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار على سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، الأجزاء الجنوبية من المملكة وبعض الأجزاء الشرقية من الجبال، في حين يتوقع أن تهطل زخات رعدية من الأمطار في بالأخص على المناطق الجنوبية من محافظة الرياض، ربما تمتد مع ساعات المساء تشمل أجزاء من مدينة الرياض وبعض الأجزاء الشرقية من المملكة. بشكل عام هذه توقعات الأحوال الجوية غير المستقرة لمساء هذا اليوم. خلال حتى ساعات الليلة القادمة التركيز الأساسي لزخات الأمطار الرعدية تكون في هذه المناطق والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، تشمل الإحساء جنوب الرياض وادي الدواسر وبعض المناطق الشرقية من المرتفعات الجبلية الغربية. سمة هذه الزخات هي زخات رعدية من الأمطار، لا يستبعد أن تكون غزيرة وفي نطاقات جغرافية ضيقة، ربما تترافق مع البرد أحيانا، كما أنها تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، ولا يستبعد في بعض الحالات أن تسبق هذه الزخات بهبوب لرياح قوية نشطة تؤدي إلى إثارة الغبار وأحيانا بعض العواصف الترابية المسمى بالجدارية. مع ساعات صباح يوم غد الاثنين وهي ذروة الأحوال الجوية غير المستقرة، يتوقع نشاط سحب ركامية رعدية على طول مناطق الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، ربما يصل جزء منها إلى الساحل. هذه الأمطار قد تكون ما بين غزيرة إلى شديدة الغزارة في بعض المناطق وتؤدي إلى جريان الأودية بشكل لافت وتشكل السيول، بعض الزخات الرعدية المتناثرة في مناطق مختلفة من المملكة. ولكن مع ساعات نهار يوم غد تتوسع رقعة هذه الزخات الرعدية الأمطار تشمل أغلب المناطق الغربية من المملكة وصولا إلى المدينة المنورة، حائل المناطق الشمالية، الأجزاء الشمالية من تبوك، إضافة إلى مناطق الجوف، مناطق القصيم، نجران، جزان، حتى أنها قد تصل إلى مناطق ساحلية مثل مناطق الليث وحتى الأجزاء الشرقية من جدة. ربما تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار غدا، تمتد هذه الأمطار تشمل أجزاء واسعة من محافظة الرياض بما فيها منطقة وادي الدواسر الإحساء، وأيضا تغطي مناطق واسعة من المناطق الوسطى، وبالتالي فرصة الرياض غدا مرتفعة خاصة عندما ندخل مع ساعات المساء. إذن هذه غدا مساء لاحظ معظم مناطق المملكة تحت تأثير فرصة جيدة لزخات رعدية من الأمطار، كما نلاحظ مناطق واسعة في القصيم سواء في حائل غرب الرياض الدوادمي مرتفعات جنوب غرب المملكة المناطق الجنوبية المناطق الجنوبية الشرقية وحتى أيضا بعض الأجزاء الشرقية من المملكة وصول حتى المناطق الشمالية. جميع هذه المناطق غدا بمشيئة الله تعالى تكون الفرصة مواتية فيها لأن تشهد زخات رعدية غزيرة من الأمطار بمشيئة الله تعالى، والعاصمة الرياض فرصتها جيدة جدا اعتبارا من ساعات العصر، ولا يمنع وجود بعض الفرص ما قبل ذلك. مع ساعات الليل تصبح الأمطار متقطعة ولكنها تكون غزيرة وذات تأثير عالي، وربما تصحب بزخات ومن البرد تكون كثيفة أحيانا وتكون متوزعة في مناطق مختلفة من المناطق الشمالية حائل القصيم أجزاء من الرياض والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة. مع ساعات صباح يوم الثلاثاء يتوقع أن تتأثر يوم الثلاثاء بشكل عام الفرصة من الأمطار تكون في هذه المنطقة بالذات، هناك مناطق حفر الباطن رفحاء حائل القصيم الرياض العاصمة، يتوقع أن تتأثر بزخات رعدية غزيرة من الأمطار تمتد أجزاء منها للمنطقة الجنوبية وحتى مع ساعات المساء تتحرك باتجاه الشرق لتشمل الدمام والإحساء وتبقى بقايا فرص الأمطار في هذه المناطق، وتبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بأنها تتراجع بشكل فعلي مع ساعات مساء يوم الثلاثاء بشكل تدريجي. ولكن
التركيز في الحالة هي يومي الاثنين والثلاثاء، تبقى بقاياها يوم الأربعاء وتنتهي تماما يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. إذن هذه الليلة في العاصمة الرياض فرصة لزخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية، هناك فرصة مواتية أن تشهد زخات رعدية من الأمطار، ولكن نهار يوم غدا تعيش معظم مناطق المملكة على وقع حالة مطرية مميزة، يتوقع أن تشهد أجزاء واسعة منها هطولا لزخات رعدية من الأمطار غزيرة في مناطق واسعة، لا يستبعد أن تجري الأودية، تتشكل السيول بمشيئة الله تعالى والشعاب، أيضا لا يستبعد أن تسبق بعض من هذه الزخات الرعدية بنشاط في سرعة الرياح مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال. دعونا نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى والصغرى، نبدأها من المناطق الشمالية. فرصة الأمطار مواتية في إسكاكا وعرعر وحتى أجزاء شمالية من تبوك، ربما ليس مدينة تبوك بحد ذاتها، ولكن أجزاء شمالية من تبوك في إسكاكا 30، عرعر 30، وفي تبوك 32 درجة مئوية. المميز المناطق الغربية غدا أمطار رعدية في أغلبها، بما فيها حتى هناك فرصة في مدينة جدة كما ذكرنا، خاصة الأحياء الشرقية منها، وفي المدينة المنورة فرصة في الأمطار الرعدية في ساعات العصر، مكة المكرمة والطائف. درجات حركة التالي في كل من المدينة وجدت 30 درجة مئوية، في مكة المكرمة 29، وفي الطائف 24 درجة مئوية، مع تفاوت في درجات الحرارة الصغرى. المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة في البهاء وأبها وجازان، الفرصة مهيئة لأمطار رعدية تطال أجزاء من المناطق الساحلية، تكون 18 درجة مئوية في البهاء، 19 في أبها، و32 درجة مئوية في جازان. انتقالا إلى المناطق الشرقية، في الإحساء فرصة جيدة كما ذكرنا الأمطار الرعدية 32 درجة مئوية، في الدمام 31، وفي حفر الباطن 31 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الوسطى، في الرياض 24 درجة مئوية، انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة، في القصيم كذلك الأمطار 24، وفي حائل 23، وجميع هذه المناطق أمطار رعدية متاحة كفرصة بمشيئة الله تعالى سواء يومي الاثنين أو حتى يوم الثلاثاء. ننتقل بكم إلى توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة. يوم الأحد 34 نهارا 20 ليلا، 26 يوم الاثنين إلى 19 درجة مئوية، إذن نهار هذا اليوم لاحظنا 34، غدا 26، هناك انخفاض ملموس درجات الحرارة وبعض الأحياء تكون فيها 24 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 27 إلى 19 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى، وفرصة الأمطار الرعدية متواجدة سواء يومي الاثنين أو حتى الثلاثاء. قبل الختام ندعو الجميع ممن هو في الخارج أو يتنقل بين المحافظات أو يقطن في مناطق قريبة من الأودية، الابتعاد تماما عن المناطق ومجاري الأودية والشعاب والمنحدرات نظرا لتوقع جريانها بقوة وتشكل السيول وارد بشكل كبير. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.